أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم كل أعزائي المتابعين. أهلا بكم من كل مكان في العالم، أهلا بكم من كل أنحاء الوطن العربي، وأهلا بكم من كل الدول العربية الحبيبة والشقيقة. أهلا بكم في قناتكم، قناة سري للغاية فادي فكري. بفكر حضراتكم ما تبخلش علينا باللايك. مواضيع النهاردة مواضيع مهمة، وتحذير لأهل العراق، لكل مدن العراق، بس اوعى تبخل علينا في اللايك يا جماعة. اللايك هو الحاجة الوحيدة اللي بنستفيد منها، ولازم تبقى زي ما بتاخد زي ما بتدي. ما ينفعش ادي لك معلومة وحضرتك ما تديش قصادها اي حاجة علشان على الاقل المجهود اللي بيحصل. فارجوك يا جماعة، احنا الدنيا خد وهات، الدنيا اخذ وعطاء، الدنيا مش اخذ فقط. فبتمنى من حضراتكم عمل اللايك تقديرا للمجهود والتعب، وعلشان نقدر نستمر مع حضراتكم ونكمل كل يوم في كل ما هو جديد من توقعات وتنبؤات واخبار واحداث عالمية وتحاليل اقتصادية وسياسية وكل ما يحدث في العالم. فسري للغاية فادي فكري هي نافذتك على العالم. يا ريت تعمل اللايك دلوقتي علشان ننتبه ونركز في اللي جاي. التحذير بنقوله لأهل العراق ومدينة العراق والعراق الشقيق الحبيب، احذر من هذا الوباء. في وباء ممكن يعمل مشكلة رهيبة في العراق، فلازم نقول لكم عليها. وكمان بنحذر العالم كله اعتبارا من اليوم من الانفجار الشمسي اللي هيأثر على الكهرباء وعلى الانترنت وعلى حاجات كتير جدا. انفجار شمسي قوي جدا يضرب الارض اعتبارا من اليوم. فياريت حضرتك تركز في اللي جاي، معانا مواضيع مهمة ولازم نتكلم فيها. وزي ما بنبدأ كل الفيديوهات بتاعتنا بفكرة جديدة عملناها او تقليد جديد في اليوتيوب او في الانترنت، ليه ما تتفرجش وتاخد معلومة وتاخد فيديو وتعرف حاجة مهمة جدا، وفي نفس الوقت تاخد معاها ثواب. التقليد ده عملناه بسبب عام 2022، عام البلاء والوباء والغلاء، فقلنا نعمل الفيديو وانت تاخد معانا ثواب واحنا ناخد كمان ثواب. ان الفيديو ممكن يتفرج عليه مليون، عندنا فيديوهات اتشافت مليون واتنين مليون مرة، فليه ما تاخدش ثواب وتخلي حد بسببك يقول الدعاء ونقترب الى الله وناخد طاقة ايجابية في هذا العام الغريب. ليه ما نعملش الفكرة دي في كل فيديو حضرتك بتتفرج عليه عندنا، تاخد عليه ثواب وتقول امين. امين اللي انت بتكتبها دي والله تاني ايه، هي مش بتخسرك اي حاجة، ولكن تخيل لما انت تكتب امين ويرددها مليون بني ادم وراك، او يكتبها وتشجعه ويكتبها زيك، فتخيل ابواب الخير اللي ممكن تتفتح لك. فهنقول هنا في هذا الدعاء: اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وادفع الوباء وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. يا ريت تكتب امين، ممكن تتفتح لك ابواب كتيرة ما تعرفش هتجيلك منين، وتشجع مليون بني ادم يقولها وراك. هنبدأ الموضوع. واحنا يا جماعة بقول لبعض الناس، احنا مش قناة دينية واحنا مش دعاء ولا شيوخ ولا اي حاجة، احنا ناس طبيعيين جدا، ولكن وجدنا الالتجاء الى الله في هذا العام بيفتح ابواب كتيرة جدا جدا، وما تعرفش سر الدعاء. ودايما ما تقولش كمان لما اقولك اخبار سيئة تقولي انت يا عم بتنفرنا ليه، وبشره ولا تنفره، ولكن اللي انا بقوله لك من حذرك كمان بشرك. اوعى تاخد التحذير ان ده كده شيء غلط وده كده انت بتنفرنا، لا، من حذرك كمان بشرك. احنا بنحذرك من حاجات كتيرة لازم تاخد بالك منها في هذا العام الغريب والخطير. هنبدأ اول معلومة معانا او اول خبر مهم معانا، وهو مكتوب زي ما انتم شايفين: ثوران شمسي ضخم يضرب الارض قد يشعل عواصف مغناطيسية ارضية. يعني ايه يا جماعة اللي احنا بنقراه ده؟ ولو قرينا الخبر التاني: انفجار شمسي يؤدي لانقطاع الكهرباء وعواصف ارضية لايام في بعض مدن العالم. تاني: انفجار
شمسي يؤدي لانقطاع الكهرباء وعواصف أرضية في بعض مدن العالم. والخبر ده جاي امتى يا جماعة؟ اهو التاريخ، بتاريخ 16 يونيو، ارفع لكم التاريخ عشان تقروه، 16 يونيو 2022 او 16/6/2022. ومن الحاجات المهمة ولازم تعرف ايه اللي هيحصل الايام اللي جاية ديت. فهنقرأ الخبر ونقول لكم مضمونه ايه، علشان الخبر زي ما انتم شايفين طويل جدا وكل مواقع العالم تقريبا بتتكلم عنه. فهنقول الآتي: انفجار شمسي يؤدي لانقطاع الكهرباء وعواصف أرضية الأيام في بعض مدن العالم. كشف علماء فلك عن حدوث انفجار هائل داخل الشمس حيث مر سريعا على الأرض صباح اليوم، محذرين من أنه قد يتسبب في حدوث عواصف مغناطيسية أرضية لمدة أيام، قد تستمر لأيام، والتي قد ينجم عنها العديد من الأضرار، ومن بينها انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق مختلفة حول العالم. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان انفجار الرياح الشمسية والذي يسمى الانبعاث الكتلي الاكليلي اعطى كوكبنا ضربة خاطفة في تمام الساعة 00:37 بالتوقيت الشرقي والساعة 04:37 بتوقيت جرينتش. وشرح علماء الفلك أن الانبعاث الكتلي الإكليلي عبارة عن غيوم كبيرة من البلازما عالية الطاقة والمغناطيسية والتي تندلع من الشمس، حيث يمكن أن تحدث عندما تتسبب عاصفة على سطح الشمس في تكوين زوبعة عند قاعدة حلقات البلازما التي تنطلق من السطح، وتسمى هذه الحلقات نتوءات، وعندما تصبح غير مستقرة يمكن أن تنكسر حيث تتحرر الانبعاث الكتلي الإكليلي في الفضاء. وكان الثوران نتيجة لانفجار شمسي بطيء الحركة تم تسجيله بالأمس واستمر 8 ساعات، حيث أنتج توهجا شمسيا وتم تسجيله في فئة الانفجار الشمسي قبل الخطير. وأدت الأشعة فوق البنفسجية الشديدة الناتجة عن الانفجار إلى تأثير الجزء العلوي من غلافنا الجوي اللي هو الغلاف الجوي الأرضي، ما تسبب في انقطاع مؤقت لموجات الراديو فوق اليابان وجنوب شرق آسيا. وتوقع المحللون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة إنه قد تتسبب بضربة سريعة للغلاف المغناطيسي لسطح الأرض. وحذر علماء الفلك من أن هذه العواصف قد تربك الحيوانات التي تعتمد على المجال المغناطيسي للأرض لإحساس الاتجاه، ويمكن أن تسبب تقلبات في الجهد الكهربائي وانقطاع الكهرباء، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي أو تلف الأجهزة والأسلاك الكهربائية، ويسبب أيضا ارتفاع مستويات الإشعاع في هذه العواصف. فإن الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأخرى معرضة أيضا لخطر التلف، وتشهد الشمس نشاطا شديدا جدا منذ بضعة أشهر، وقد أطلقت الشهر الماضي أقوى وهج شمسي شهدته منذ 5 سنوات. وقال علماء الفلك: يبدو أن الشمس تنتقل إلى فترة نشطة بشكل خاص من دورة نشاطها التي تبلغ 11 عاما والتي بدأت في عام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها العام القادم أو البعد القادم. وحذر العلماء من أن احتمالية انقطاع الكهرباء في بعض الأماكن في العالم وعواصف أرضية لعدة أيام في الفترة القادمة أو في الأسبوع القادم في بعض مدن العالم. وكمان يا جماعة درجات الحرارة ممكن تعلى لدرجات لا تطاق، زي قلنا ما حصل في الكويت، ان الكويت وصلت درجة الحرارة فيها في الظل مش تحت الشمس في الظل ل 53 درجة مئوية، واعلى درجة كانت على مستوى العالم كانت في الكويت. وكمان هنا العلماء بيقولوا ايه:
وقال وفقا لميت أوفيس من المحتمل حدوث عواصف عديدة من فئة جي 1 مع احتمال حدوث عواصف جي 2 معتدلة في وقت مبكر من اليوم أو غدا، ويمكن لعاصفة طفيفة أن تخلط بين الحيوانات المهاجرة التي تعتمد على المجال المغناطيسي. ويبدو أن نجمنا ينتقل إلى فترة نشطة، وتؤثر الكتل الإكلاكية المقذوفة على الأرض فقط عندما تكون موجهة في اتجاه كوكبنا. ومن ناحية أخرى، تمتلك الكتل الإكلاكية المكثوفة القدرة على تحريك الحقول المغناطيسية للأرض، ما يخلق طيارات تدفع الجسيمات إلى أسفل نحو قطبي الأرض. وطبعا حاجات كتيرة قوي يا جماعة، وتفاعل مع الأكسجين والنيتروجين ومش عارف إيه، ففي يعني كلام كتير جدا علمي، ولكن كل اللي احنا نعرفه ان احنا ممكن نلاقي انقطاع في موجات الراديو، مكالمات الموبايل ممكن تتقطع وتيجي وتحصل عليها تشويش، القنوات الفضائية في الدش او الساتلايت ممكن تروح وتيجي، الانترنت ممكن يتقطع، الكهرباء ممكن تتقطع. ولكن ما هو خطير ان انتوا محدش يعرض نفسه للشمس المباشرة في الفترة اللي جاية، علشان الأشعة فوق بنفسجية بتبقى في أوجها وفي أشدها. فياريت أطفالنا وأولادنا وأمهاتنا وكبار السن ما يحاولوش لأي ظرف ما إلا للضروريات التعرض للشمس المباشرة في الأيام القادمة في الشوارع أو في طرقهم أو هم بيشتغلوا أو بيشتروا حاجة. ياريت نتجنب التعرض إلى الشمس المباشرة، وربنا يعديها على خير إن شاء الله، والموضوع يعدي في اليومين الثلاثة اللي جايين، واحذروا من درجات الحرارة القادمة العالية جدا. معانا بقى خبر مهم قوي 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 للإخوة في العراق وأشقائنا وحبايبنا، ولازم يحذروا منه. وهنا أول خبر بنحذر الإخوة العراقيين من انتشار مرض الكوليرا، مرض الكوليرا وبالذات في منطقة السلمانية. وبيقولوا الصحة تشتبه في انتشار مرض الكوليرا في السلمانية وتنتظر نتائج مختبر بغداد، وده خبر عاجل جاي يوم الخميس 16 يونيو 2022 او 16/6/2022، والتاريخ قدامكم اهو، وهنقول لكم كل الاخبار. وبدايتها بيقولك اعلنت الصحة محافظة السلمانية يوم الخميس اشتباهها في انتشار مرض الكوليرا في المحافظة، فيما اشارت الى انها بانتظار نتائج المختبر المركزي. وده اول حاجة معانا. عندنا خبر كمان بيقول كردستان العراق تسجل اول اصابة رسمية بالكوليرا وتزايد حالات الاشتباه، وده جاية في سكاي نيوز من 8 ساعات فقط. كردستان العراق تسجل اول اصابة كده رسمية. كمان معانا موجة اسهال وقيء تنتشر وتحذيرات من عودة الكوليرا للعراق، موجة اسهال وقيء تنتشر وتحذيرات من عودة الكوليرا للعراق. وخلي بالكم يا عراقيين ارجوكم مش ناقصين اي حاجة، ونقرأ لكم معانا الاخبار بالتفصيل ونعرف انتشار الكوليرا في العراق ده تأثيره ايه وجاي من ايه، ونقرأ مع بعض الخبر. هنا بيقول لك اعلنت صحة محافظة السلمانية الخميس اشتباه في انتشار مرض الكوليرا في المحافظة، فيما اشارت الى انها بانتظار نتائج المختبر المركزي في بغداد. وقال مدير مستشفى الشهيد هيمن في السلمانية في تصريح لناس كرد انه بحسب الاعراض والاختبارات فان معظم الحالات التي دخلت المستشفى مصابة بالكوليرا وتنتظر النتائج، وقد دخل المستشفى عدة من الاشخاص المصابين بهذا المرض. واضاف انتشر المرض على نطاق واسع وتم ارسال العديد من المرضى الى المستشفى، والعدد يتزايد يوما بعد يوم وتابع ما زلنا ننتظر عودة الفحوصات من بغداد. واشار
ان مصدر الاصابة هو المياه الملوثة والطعام، واذ لم يعالج الكوليرا يمكن ان يسبب في الفشل الكلوي المباشر والفوري وقد يؤدي الى الوفاة. يا جماعة لو خدتوا بالكم برضو في لبنان امبارح اتكلمنا على وباء اليرقان اللي انتشر في لبنان على غفلة وبرضو بسبب تلوث المياه والغذاء. فهل ده يعني شيء معمول بالإيد؟ هل ده مؤامرة على الشعوب العربية وعلى البلاد العربية؟ هل دي حرب بيولوجية؟ لأن المرض اليرقان ده ما كانش بيجي نهائي في لبنان من أيام كتيرة أو من سنين كتيرة سوري، وبعد كده ظهر بسبب تلوث المياه والغذاء وابتدى يتزايد جدا. دلوقتي الكوليرا، واحنا عارفين ان الكوليرا دي العالم زمان قضى عليها ودي كانت مميتة، وكان اي مجتمع او اي بلد بتجيله كوليرا بتتحجز على جنب ويتعمل لها حصار، علشان لو انتشر مرض كان بيؤدي للموت. ولكن اللي حصل برضو في العراق بسبب تلوث المياه والغذاء، فهل برضو ده حرب بيولوجية؟ هل دي خطة ومؤامرة من ضمن الحروب الموجودة في العالم؟ الله أعلم. وتابع مدير المستشفى بيقول ما زلنا ننتظر عودة الفحوصات من بغداد لتحديد ما إذا كان مرض الكوليرا متفشيا أم لا، ولكن العدد يتزايد يوما بعد يوم. وأشار إن مصدر الإصابة قلنا تلوث المياه، وإنها تؤدي إلى الفشل الكلوي المباشر أو الوفاة. وفي وقت سابق أعلن مدير عام صحة محافظة السلمانية أن الإصابات المسجلة بالإسهال تجاوزت المعايير الدولية بعدد كبير، وأن هناك مخاوف من تفشي وباء الكوليرا. وقال في مؤتمر صحفي يوم 16/6/2022 ان الاصابات بالاسهال في محافظة السلمانية انتشرت بشكل كبير جدا وعام، ورغم انتشار هذه الحالات في فصل الصيف سنويا، ولكن عدد الاصابات الحالي يتجاوز المعايير العالمية باعداد كبيرة جدا، حيث لم يعد في المستشفيات اماكن لمبيت المرضى، ما اضطرهم لتخصيص مستشفى اضافي لاستقبال المصابين. وأن الأعراض الأولية تدفعهم إلى الشك في أن الوباء المتفشي حاليا هو كوليرا، ونصح الأمهات والآباء بعدم استخدام علاجات الأعشاب للأطفال، والمطاعم بعدم تقديم الخضروات للزبائن ملوحا بإغلاق المطاعم المخالفة. يعني محدش من المطاعم طلع قرار بعدم أن أي مطعم يقدم خضروات نهائيا، وطلب من الأمهات والأباء بعدم تقديم علاج للأعشاب أو علاج أعشاب للأطفال، لأن ممكن الأعشاب كمان تكون ملوثة. وكان بيتكلموا هنا على ارتفاع عدد الحالات بتاعة الإسهال في بعض أماكن متفرقة في العراق، ولكن التكتل والمعظم جاي من السلمانية. فبرضو بطلب من أهل العراق الكرام اللي ربنا يعافيهم ويشفيهم يا رب إن شاء الله، يكتبوا لنا هل فعلا السلمانية الحالات فيها بتزيد، وهل عشان العراقيين الآخرين ياخدوا بالهم ويحذروا، هل في أماكن تانية ابتديتوا تشوفوا فيها انتشار لهذا الوباء، وباء الكوليرا أو للإسهال والقيء؟ يا ريت العراقيين يكتبوا لنا ويقولوا لنا، ويا ريت لو في أي بلد زي لبنان ولا الكويت ولا البحرين والله مصر ولا اي بلد موجودة معانا، السعودية، اي بلد، الامارات، يقولوا لنا الجزائر، المغرب، هل في حد شاف انتشار للاسهال والقيء ولا لا، عشان بس نحذر بعض ونعرف هل الكلام ده يعني عدوى منتشرة ولا وباء منتشر في العالم، ولا حرب بيولوجية، ولا من صنع البشر، ولا ده ولا مؤامرة على العرب، ولا ايه؟ فياريت يا جماعة تقولوا لنا، وياريت برضو تعرفوا غيركم بالفيديو ده انك تنشروه علشان الناس تاخد بالها، لان الا المرض لازم لما تلاقوا فيديو فيه تحذير عن مرض او تحذير زي الانفجار الشمسي، ياريت تنشروا الفيديو او تشيروه للكل، علشان الفايدة تعم، ودي فايدتنا احنا مع بعض ان احنا نعرف بعض بالقصة دي.
ربنا يا رب يعني يعافي العراق وما يكونش فيه حاجة، وربنا يا رب يرفع هذا البلاء وهذا الغضب عن كل العرب وكل الوطن العربي وعن كل العالم أجمع إن شاء الله يا رب. وعشان كده في نهاية هذا الفيديو هذه الحلقة كالعادة زي ما دخلنا بطاقة إيجابية وأخذنا من الله طاقة إيجابية، فلازم نلتجئ إلى الله في هذا العام، عام الوباء والغلاء والبلاء، نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وناخد طاقة إيجابية وناخد ثواب لما نقول أمين ونقول لله سبحانه وتعالى: اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، وانظر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. امين. يا ريت تكتب امين، والله ما هتخسر حاجة، ما تعرفش هتتفتح لك ابواب قد ايه لما يرددها وتشجع غيرك انه يكتبها. شكرا ليكم، شكرا لوقتكم، وصلنا للنهاية. فعشان كده بذكر حضراتكم ما تبخلوش علينا باللايك، اللايك هو اللي بيخلينا نقدر نستمر، فيا ريت حضرتك تعمل لنا لايك للفيديو وتنشر الفيديو في كل مكان وتشيره لتعم الفائدة. ولو حضرتك جديد معانا يا ريت تشترك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة عن جميع أحداث العالم المهمة والسرية، فيشرفنا اشتراكك معانا. يا ريت تعمل اشتراك أو سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، كان معكم فادي فكري من قناة سري للغاية فادي فكري، والسلام ختام.